بقى حاطين لي جدول عم يبين انواع الاغذيه يلي مهمه لكل نوع من انواع الاغذيه اللي حكينا عنها. يعني شو اكثر شيء مهم وفيه سكر، اكثر شيء بالاغذيه فيه بروتين، اكثر شيء بالاغذيه فيه دسم. تعالوا لنشوف الجدول موزع بشكل انه اول شيء الوظيفه الحيويه اللي بيقوم فيها السكر بالجسم. طبعا الحاجه اليوميه ما كثير مهمه يعني، تمام، لكن المصدر مهم. يعني منين نجيب هذا الشيء. طيب السكريات اصدقاء، السكريات اول شيء بتدخل بتركيب الخلايا والاغشيه الخلويه، وهي منتجه للطاقه في خلايا الجسم، منتجه للطاقه. يعني نحن في كنا نسميها سكريات بنائيه، يعني بتدخل ببناء الجسم. وفي سكريات هي اللي طول الوقت مثل الحطب بنحرقها لحتى تعطيني طاقه. فاذا في انواع من السكر بتدخل بتركيب جسمي، وفي انواع ما بتدخل بالتركيب، لا هي بتكون حره. هي السكاكر بنحرقها لناخذ منها طاقه. مفهوم الفكره؟ تماما. اعطينا هون انه 400 جرام، يعني لا يزيد ولا ينقص. عرفتوا كيف؟ يعني مثلا انا معدلي باليوم 400 جرام، بقوم بصفق لي مثلا شيء 1000 جرام سكر كل يوم. شو بده يصير فيني؟ بصير معنا سكر، يعني مشكله كثير كبيره. على فتره معينه قاسي من انظار. تمام. فاجباري يفترض انه نحن نكون متوازنين بموضوع تناول كل الاغذيه بشكل عام. يعني ما نحط مثل ما بيقولوا دابنا وداب شيء أكله وندبق عليها. عم أتذكر الشعيبيات يا جماعة، اشتهيت الشعيبيات. أنتم ما شاء الله مشهورين فيها. عسى إجمالاً السكر الأبيض كتير مضر كله بشكل عام. صحيح صحيح. يعني يفضل مثلاً الأغذية مثلاً الصحية مثلاً بيحلوها بالعسل مثلاً، لأنه العسل هو سكر أحادي وسهل الهضم، هو اسمه فروكتوز، تمام، اخوه للجلوكوز. طيب هلا المصادر الغذائيه، تمام، المصادر الغذائيه للسكر: حبوب، كل الحبوب، رز، ما رز، قمح، تمام، فواكه، بطاطا. لك حطينا لحالها البطاطا هيك، يعني شغله اساسيه السكريات فيها. بعض الخضروات والعسل، تمام اصدقائي. انتوا شو بيخطر ببالكم اذا سالوكم هذا السؤال؟ طجوا يعني هيك مثلا صفنت، قلت عسل، تمر، كله هذا فيه حلو، بطاطا لانه فيها نشويات والنشويات هي سكر، خبز اذا كتبت خبز ممتاز اصلا هو من الحبوب، كل شيء فواكه، فاموركم ان شاء الله سهل. في سؤال؟ لا هسه كله واضح. يلا هلا بقى بننتقل للبروتين. كمان البروتينات ما بتحترق، شوفوا كيف، ما لها منتجه للطاقه. البروتين تدخل في بناء خلايا الجسم مثل هاي، وتدخل في تركيب الإنزيمات وبعض الحاثات. يا إلهي كتير مهمة أصدقائي. تصوروا لو نحن لما بصير في عنا نقص بروتين، الحاثات بالجسم يعني الهرمونات والإنزيمات الهاضمة أو هيك بتضرر بشكل كتير كبيرة، تمام؟ النسبة اللي لازم حصلها هي 75 جرام. في عندي بروتينات حيوانية مثل اللحم والبيض والحليب، في عندي بروتينات نباتية فول وحمص وعدس وفاصولية وهي كل شيء بقول، تمام. وهلأ أموركم صارت تمام فيها هاي قصة البروتينات. يعني ما بيحصلها من الحيواني يروح على النباتي. في ناس ما بتاكل على فكرة، في ناس بيسموها النباتيين، سمعانين بهيك أشخاص؟ ما بيحبوا أبدا، ما بيأكلوا كل شيء مشتقات الحيوان. بعدين في عنا الدسم. الدسم بقى شوفوا لي بقى، الدسم منتجة للطاقة مثل مين؟ مثل السكريات. حلو، مثل السكريات. حلو. فإذا الجسم بشكل عام بيحط أولويات، أول شيء مين بيحرق؟ السكر. حلو. بعدين السكر الأمر شو بيحرق؟ بعدين الدسم. لهيك اللي بيعملوا دايت، بيعملوا ريجيم، أول شيء بيخففوا شو؟ السكريات. إذا خففوا سكر بيجي جسم بدور على سكر، طلع هون وهون ما بيلاقي. مين بيلاقي بوشه؟ الشحم اللي بالجسم. حلو. بيبلش بقى يطحشه ويحرق.
عرفتوا كيف؟ إيه أنسي تمام. تمام. يا الدسم منتجة للطاقة، هي مهمة جدا. تدخل في تركيب الأغشية الخلوية مثل مين؟ مثل السكريات. اثنين بيشبهوا بعضهم، انتبهوها، السكر والدسم. هي منتجة وهي منتجة، هي بتركب الأغشية الخلوية وهي بتركب الأغشية الخلوية. والنسج العصبية تتذكروا غندشوان؟ وبتتذكروا انه هو مادة فوسفولبيدية، هاي كلمة بالبكالوريا مذكورة، لكن هي مادة فوسفولبيدية يعني مصنوعة من الدسم شحمية. حتى ملمس الانخاعات كيف بتلاقوه؟ انسى زفر سناسل. طيب شو هي السناسل يا حزركم؟ السلاسل شو هي بدروسنا يعني اللي مرقت معنا؟ أنه قسم من أقسام الجهاز العصبي؟ عنس الفقرات. لا، يلي بقرب الفقرات شو هو؟ نخاع الشوكة. أيوة نخاع الشوكة. النخاع الشوكي أصدقائي هو نفسه السناسل اللي بياكلوها بيحطوها مع الكواج بيطبخوها. تمام؟ فكلها هي بتسوها دسم على حلة، فبالتالي النسج العصبية هي تدخل في تركيبها الدسم. وطبعا بعض الحاثات، هي الحاثات الجنسية أيضا يدخل في تركيبها الجسم، عفوا الدسم. الحاجة اليومية لها 75 جرام كمان، لا يزيد ولا ينقص، أفضل. وطبعا مثل البروتينات هي في عندها دسم حيوانية ودسم نباتية. لاحظتوا أنه السكر بس نباتي؟ إيه ما عدا العسل، سبحان الله، هو هيك لحاله مكون خاص بحد ذاته، سبحان الله. فإذا الدسم في عنا دسم حيوانية وفي عنا دسم نباتية. من الحيوان بأخذ الشحم والسمن والزبدة، أما من النبات زيت زيتون، زيت ذرة، دوار الشمس، يعني هي اللي بنعرفهم. تمام؟ تمام أنسي. تمام.